أين حل لك المباراة؟ تصريح جد واقعي. نعم. تصريح يعني رياضي. نحب يعني أنا كمدرب يخسر ولا يتكلم يعني الحقيقة. يعني المنتخب الفرنسي كان أحسن من المنتخب المغربي طيلة المباراة. نشوفوا باللي المنتخب الفرنسي كان يلعب بذكاء، وإن كان في بعض الأحيان شفنا المنتخب الفرنسي داير البلوك با، كان يلعب بالكتلة الدفاعية متأخرة. نشوفوا بلي هذه حيلة كبيرة من طرف المنتخب الفرنسي، يعرف جيدا أنه كي يمتص المنتخب المغربي عنده لاعبين في الأجنحة اللي هو دامبيلي ومبابي، يروحوا في العمق. هذا شيء يعني يديره غير لي غروند ناسيون دو فوتبول كما قالوا. المنتخب الفرنسي اليوم أبان على كبرياء تاعو يعني في هذه الدورة. نشوفوا بلي منتخب واقعي، لا واقعي واقعي يتعامل يعني مع كل مباراة يتعامل معها بواقعية، وكل مباراة واش تتطلب. اليوم قراوا مليح المنتخب المغربي، على بالهم المنتخب المغربي منتخب من شمال افريقيا لا ميديتيراني، منتخب حار، منتخب اللي يحب يندافع خلوهم يندافعوا. نشوفوا لا بوزيسيون تاع المنتخب المغربي، سيتي بوزيسيون ستيريل، ما كانوش يديروا بها الدونجي. نشوفوا بلي فوفانا وتشواميني غلقوا كل منافذ، وفي بعض الاحيان يزيد يولي غريزمان مع فوفانا و يوليو خمسه 3 2 يعطيك الصحه، لان مبابي ما كانش يدافع، لان مبابي ما يدافعش. مبابي ملي بدات الدوره ما يخلوش يدافع، يعني هو يلعب دائما يعسه يعني فلالي نتاع السونتر يروح في الكونتر. نشوفوا بلي المنتخب الفرنسي منتخب عنده يعني الخطوط الثلاث متوازنه ومتقاربه، تلعب يعني بكتله يعني متقاربه. نشوفوا جيرو كان يولي وكان يدافع، هذا هو يعني هذه المجموعه كتله مضغوطه. هذا هو الشيء المهم للمنتخبات الكبيره، هي انك يعني تكون تتعامل يعني مع الثلاث خطوط بشكل متوازن. نشوفوا تيو أرنانديز لاريير غوش دار مقابله جد كبيره، كوندي ايضا دار مقابله جد كبيره، ونتكلموا على كوناتي ايضا المدافع يعني المحوري دار مقابله جد كبيره. المنتخب الفرنسي دافع بشكل جيد بوجود كوناتي فاران، بالاضافه الى وقوف تشواميني وفوفانا امامهم. حتى التغيير تاع حمد الله كي دخل جاته فرصه جد سانحه للتسجيل، قاعد يزيد كان قادر يسدد يعني باليسار، تسدد باليمنى لتما، كان قادر يعدل النتيجه. نشوفوا بلي المنتخب المغربي يعني نقص الخبره، ما عندوش خط هجوم وجوده اللاعبين. وراه تكلم رقراقي، الشيء الاهم اللي قالوا هو الاصابات هي اللي اثرت عليه وخلاته ما يلقاش الحلول. نعم. بصح شوفوا انا نكمل في السياق تاع حسين، وكان تشوف اليوم الخبره تاع المنتخب الفرنسي. اليوم نعاودوا نشوفوا المنتخب المغربي ضد اسبانيا خلى الاستحواذ للمنتخب الاسباني. ضد البرتغال خلى الاستحواذ للمنتخب البرتغال. صح. اليوم منتخب فرنسي العكس، خلاه يلعب باش يخرج من لازون ديالو، لانه هو اول من سجل. يعطيك الصحه، خلاه يلعب. نعاود نشوفوا الاستحواذ، كان 61% المنتخب المغربي و39 المنتخب الفرنسي. صح. اليوم ما تعودناش المنتخب المغربي، ما عودناش على الاستحواذ، يعتمد على الهجمات المعاكسه. نظن اليوم المنتخب الفرنسي عنده ذكاء كبير، اليوم عرف كيفاش يسير المقابله واستثمر في هاد لي زاكسيون هادو ما وسجل هدف. نعم ياسين سلمي، هل اخطات المغرب بمواصله اللاعب طيلة 90 دقيقه على التوزيعات في وقت وجود لاعبين عمالقه في محور دفاع المنتخب الفرنسي؟ وجود كوناتي يعني بنيه مورفولوجيا ما شاء الله، وجود فاران ايضا اللي يلعب جيدا بالراس، كوندي اللي هو في الاصل مدافع محوري، يعني ثلاث لاعبين في خط الدفاع كلهم محوريين، كوندي كان يدخل باش يساعد، بالاضافه الى عوده فوفانا وتشواميني، يعني خمس لاعبين ذو قامات عاليه. منتخب المغربي طيله المباراه وهو يلعب توزيعات من الجهه اليمنى ومن الجهه اليسرى، وكل التوزيعات قطعوها من اللاعبين الفرنسيين. شوف، لانه الفريق ما وجدش تغرف في المحور. نعم. الحاجه الثانيه، الفريق المغربي كان شكل مثلث على الجهه اليمنى جهه حكيمي، كما نقولوا جهه حكيمي، كان شكل ان تريونغل بين اوناهي بين حكيمي زياش. بين زياش وبين اللاعب اللي كان مرابط هو اللي كان يحمل الكره. شوف ايزافي با سوليسيون، الحلول ما كانتش، لازم على زياش يدير لو كروشي ويرسل الكره، يعني الحل ما كانش في بصح لو تريونغل اللي تي امبورطون. حتى ديديا ديشون في الشوط الاول كان قال وصرح
كون افي دي قال حتى ديدي ديشون في ما بين الشوطين كان صراحه قال اون كيلكو سوسي سو لو كوتي غوش من المدرجات كولون هذا بعد دخوله نعم اول لمسه اول لمسه اول هذا شوف مره اخرى لاعبين المغاربه خمس لاعبين على كيليان مبابي وهنا واش نشوفوا ميدو نشوفوا هنا التغيير تاع ديدي ديشون وين كي دخل تكلم امين عليها على هذا التغيير دخل تيرام راح على الجناح الايسر مبابي ولا قلب هجوم نشوفوا هنا مبابي هو اللي صنع الفارق في هذه اللقطه راوغ بشكل جد مهاري سدد الكره ضربت في المدافع المنتخب المغربي حتى الهدفين يتشافوا كل مره من المدافع تروح بنفس الطريقه شوف مبابي شحال من المدافع راوغ اثنين هنا مبابي وسدد باليسار راحت قاست في رجل المدافع قاست في رجل الزلزولي اللي عاد باش يدافع هذه لقطه الهدف الاول هذه الهدف الاول خمس لاعبين على مبابي لما خمس لاعبين يكونوا على مبابي اكيد يصرى ديكالاج على الجهه اليمنى ولا على الجهه اليسرى لانه حتى توقع فراغات لانه اللاعبين خرجوا من مناصبهم هنا خطا تمركزي خمس لاعبين سي 50% من الفارق 50% من الفارق بعدا كي تكون يعني في بيريمتر يعني صار نو باسكو كان سيتي ان كونتر يعني تقريبا لكن ما يكون ان كونتر ما تخليش خمس لاعبين امام لاعب واحد نشوفوا هنايا تمركز اللاعبين كالانضباط التكتيكي يعمل دور جد مهم نعرفوا باللي كي تولي في الامطار تاعك تكون الدافع لازم الماركاش انديفيديال ما كاش لازون فهمتني هنايا نشوفوا باين اللي يخرج الحامل الكره وباين اللي يريح في لاكوفرتير الكونتر لو بريمير جوار ماشي كونتر لا فرنسا لو اسمع كي يكون كونتر ما يقدروش يكونوا خمسه لاعبين كونتر تولي دو كونتر ان حسين اي سون رابيد بصح انا ماشي كونتر اكسبلوزيفيتي تاع ليكيب دو فرانس اي سون رابيد ما كان حتى لاعب داخل 18 متر بصح هنا كاين خمسه هنا كاين سبعه لاعبين تاع الفريق المغربي بصح قول لي لو نومبر العدد تاع الفريق الفرنسي منتخب فرنسا ما كانش لو نومبر يافي با شوف الفريق بيان سور لي يدير لا كونتر اتاك بصح ياسين لي يدير لا كونتر اتاك ما راهوش راح يروح بعدد كبير من اللاعبين لي يدير لا كونتر اتاك يروح بزوج راني نقول لك الفريق الفرنسي ثلاثه عابين الفريق الفرنسي اليوم يجير لي كات برانسيب دو جو يعني اربع قواعد اللعب ما هم يعني الكره لو بالون لو طون ليسباس اي لو نومبر هاد الاربعه هادوما اي لي جير تري بيان كيفاش يجريهم صدير لا بال سي كوا لو بالونس دي ريكوبير ديغو سيميوني في الاتليتيكو مدريد وعلاش شفنا غريزمان كي كان في برشلونه ما لقاش المعالم تاعو لان الفريق برشلونه يلعب يعني تيكي تاكا يلعب الكره القصيره واللي في الرجل مبابي غريزمان ما يحبش هاد الاشياء يحب الدوزيام بالون شوف الاستحواذ 61 33 بصح شوف لو نومبر دو فراب تاع الفريق الفرنسي 15 بارابول 15 13 شوف على الانتيرير دي 18 متر داخل منطقه متر باش عندهم ليكيب دو فرانس عندهم 13 وعندهم فعاليه سيرفاس يعني اثنين هنا نتكلموا على الفعاليه علاش لو جو
غريزمان يجو دون سا زون سا زون تاعو ما كاش بزاف الغاشي حاجه الاولى حاجه ثانيه لو جو يل باسكول بوكو بلوس سور جهه مبابي بصح كي تكون الكره جهه مبابي اوتوماتيكمون لو ديغاجمون يكون كيف لو كوتي اوبوزي هو تما يستحوذ على الكره وغريزمان اليوم راه هو بلمسه واحده يعني راه يلعب يجو اون توش بذكاء يلعب بذكاء ولي لين تاعو اللي صوت في الارض ولا فير مبابي.